الموضوع الخاص بالكاستنج، عمليات التحويل او الكونفرتنج. لو جينا بصينا كده على مثال، احنا متهيألي ما غطيناش الحته دي، هنخش على بتاع التست كلاسز ده. الشات بس مفاهيم اساسيه لازم تكون عارفها وانت بتحول من نوع لنوع، وانت بتحول من نوع لنوع. تحويل ما بين الانواع ليه تفاصيل شويه. انا لما اكون بحول مثلا من نوع انت لنوع مثلا بايت، احنا عارفين ان البايت اخره كام؟ 55. اما عم انت دوت مش عارف نوتات كام وبتاع كلام من ارقام كبيره. طب لما اجي احول هينفع؟ طبعا مفترض التحويل يبدا من الصغير للكبير، لكن مش من الكبير للصغير، صح؟ لان لو جيت احول مثلا رقم 32000 كان نوع انت، عايز احطهم جوه بايت، هيعمل ايه يعني الراجل يعني؟ فاهمني ازاي؟ كانك تقول عايز اعرف البلدوزر، يقول له عايز اخزنه، تخزنه فين؟ يقول له حطه في جيبي. اللي هو ايه يعني؟ ده احوله ازاي يعني؟ اما ولو كان لعبه حتى مش عارف ادخله جوه جيبك مثلا. خلاص؟ فانت هنا طبعا التحويل دايما يفضل يكون، لان طب لو ما حصلش كده يبقى انت هتقصقص منه حته صغيره. يبقى ضيعت بيانات، يبقى ضيعت ايه؟ ضيعت بيانات. فاحنا عايزين نقول ان التحويل لو جه من الكبير للصغير فانت هتفقد بالك. فانت هتفقد ايه؟ هتضيع بالك. خلاص كده؟ لكن لو هتحول من الصغير للكبير فما فيش اي مشكله. يعني انت تقول القلم ده هفتح احطه في المخزن عندي، هو قلم واحطه في مخزن. بس مش هقول لا. خلاص بس ممكن اقدر اعمل حاجه زي كده. هو اللي بيتكلم على الانواع. فلو جينا دخلنا كده في الزوار ده، وكان في هنا اكواد كنا عاملينها زمان مالناش دعوه بيها. تعال نبص تحت الزرار هنا كده ونعرف. وليكن مثلا عندي متغير بايت سميناه اس، وفيه بعدين بقى 25. حد زعلان من حاجه كده؟ كنت عامل متغير اسمه شورت، نوعه شورت، ده الاسم ده خليه بيه، بيساوي كام؟ قلت له ما بيساويش. عايز اقول اس بتساوي بي. ايه اللي حصل؟ مفيش مشكلة. ولو انا حبيت اطلع مسج بوكس دوت شو، يعني زر في المسج بوكس، قيمة الاس برضو. بس هنا بقى طلع لي نوت، قال لي في ايرور. قلت له ليه؟ قال لي مسج بوكس دوت شو. بعد كده قلت له اطبع الاس. قلت له قال لي ايرور، وفي الايرور بتاع تفاصيله. قال لي ذا بيست اوفرلودد ميثود ماتش مش عارف ايه، هاز سم انفاليد ارجيومنتس. في حاجه انت بعتها مش مظبوطه، حاجه انت بعتها مش ايه؟ هو مش قابل الاس، لان الاس رقمي، وكان المفروض مفترض في المسج بوكس تطبع رساله، والرساله دي مفترض ان هي نصيه. عشان كده بقول لك الاس انا مش فاهمه، فلازم نحول الاس الى ايه؟ الى نص، عشان تبقى مقبوله كرساله. مقبوله كايه؟ كرساله. في عندي طرق من طرق التحويل. هناخد اول طريقه منهم اللي هي اسمها كونفيرت تو. كونفيرت دوت، كونفيرت يعني حول الى، وعندي انواع كتير. لو قلت كونفيرت تو فمعناها هو بقى، خد بالك بقى الانواع الاساسيه اللي عايز اتكلم عليها. ممكن اقول كونفيرت تو بوليان، يبقى كده عايز احول النوع اللي موجود ده الى ايه؟ الى بوليان، يا ترو يا فولس. كونفيرت بايت، يبقى انا عايز احول النوع الموجود الى بايت. كونفيرت كاركتر، كونفيرت تو ديت تايم، كونفيرت ديسمال، كونفيرت تو دبل، كونفيرت تو انت، سواء كان مقسم الانت هنا انت 16 32 64 على حسب الموجود في الذاكره. خلاص؟ وفي اس بايت، وفي سنجل، كونفيرت سنجل. سنجل يعني برضه زي الديسمال والدبل والكلام ده كله. وكونفيرت تو سترينج، حوله لنص. وفي يو انت، طبعا عارفين يو انت. خلاص؟ وفي اليو ايه؟ يو انت. طيب دي مجموعه من التحويلات اللي موجوده. لما اكون عايز احول الى اي نوع من الانواع اللي موجوده هنا، هتقول كونفيرت دوت تو كذا، حول الى كذا. يعني مثلا في المثال بتاعنا ده، بتاع الاس ده، فانا ممكن اقول له الاس دي كانت رقم ومزعلاك، اقول له خلاص ماشي، كونفيرتها لي كونفيرت دوت تو سترينج، وافتح قوس كده، واقفل القوس كده في الاخر. فكده اللي جوه هنا ده
اللي هي الاس هيتم تحويلها الى ايه؟ الى نص. يبقى الحته دي كلها اللي معلم عليها دلوقتي ايه؟ هتختفي ويظهر مكانها القيمه النصيه للرقم اس. اسم 25 في 25 نصيه في 25 رقميه. ايه الفرق ما بينهم؟ الرقميه بتعمل عليها عمليات حسابيه. النصيه ترسم 2 5 ترسم بس مش مفهومه. يعني مش مفهومه؟ يعني الكمبيوتر مش قادر يفهم ان بعد 25 26، مش قادر يفهم ان بعد 25 قبلها كانت 24، ما يفهمش. هيرسمها لكن مش ايه؟ مش هيفهم عليها اي عمليه حسابيه الا لو حولتها الى رقم. فلما تحولها الى رقم يفهم بقى. فهمنا يعني ايه بقى يفهم او ما يفهمش حكايه التحويل دي؟ يعني الاس هنا شايله 25، ايش عرفه هو؟ ان ال 25 تقصد بها داي يوم، يعرف. لكن لو كنت تقصد بها يوم لازم تكونفرتها لحاجه تكون خاصه بالديت والتايمز، صح كده ولا لا؟ عشان يقدر يفهم ال 25 دي 25 ثانيه 25 يوم كده، صح ولا ايه؟ طيب انا هنا قلت لكم فيرد تو سترينج، فخلاص قال لي انت عايز ترسمها يعني القيمه بتاعتها عايز تترسم، قلت له عايز تترسم في رساله، مش اي مشكله خالص. فسيف وستارت، المفروض هيطبع لي طلع لي ايرور. ايه؟ قال لي السيرين انت مورثه من الكلاس واحد وكلاس واحد مش عارف ايه. قلت له ده كلام قديم، ده مالناش دعوه بالكلام القديم ده، امسح مالناش دعوه بالكلام القديم، مش هنرجع نصلح حاجه قديمه. دلوقتي بنتكلم عن الموضوع بتاعنا احنا بس اللي هو التحويل. طلع لي سي هلو، دوست عليه قال لي خمسه وايه؟ 25. قدر يحول القيمه من قيمه الى قيمه اخرى. كلام جميل. طيب ماشي. طب على افتراض عايز اعمل العكس، ان وليكن الاس فيها 200، وفي الاخر انا عايز اقول له خلي البي بتساوي الاس. على فكره اللي انا بشرحه ده مش متعلق بالبايت والشورت بس، متعلق باي تحويل من اي نوع لاي ايه؟ بمفاهيم تعرفها على طول كده، هتبقى جمجمه ان دي مفاهيم تحويل من شيء من نوع الى ايه؟ الى نوع تاني، خلاص؟ فجاه مطلع لي ايرور. قلت له ليه؟ طريق خط تحت الاس، قلت له تقف عند الاس. قال لي cannot implicitly convert. implicitly يعني ضمنيا، مش قادر ضمنيا احول الشورت البايت، مش قادر. قال لي المره اللي فاتت انت حطيت نوع بايت جوه شورت، صح؟ اللي هي كنا بنقول الاس بتساوي البي، فحط بايت جوه ايه؟ جوه شورت، والموضوع عاد. الموضوع ايه؟ عدى. طب هو ده مش كان تحويل؟ السؤال بقى، مش هو ده كان نوع تحويل؟ يعني ارجع كده كنترول زي. المفروض بنعمل كده. طب ما الاس نوعها ايه؟ شورت، والبي نوعها ايه؟ بايت. طب انا حطيت بايت جوه شورت اهو، حولت من نوع الى ايه؟ الى نوع. امال ليه ما زعلتش؟ قال لي اصل في نوعين من التحويل. في نوع اسمه implicit conversion وفي نوع اسمه explicit conversion. ايه بقى الفرق ما بين الامبليسيت والاكسبليسيت؟ الامبليسيت اللي هو وحدي هعرف اعملها، هظبطها مع نفسي، اللي هو دايما لما تكون عايز تحط نوع صغير جوه نوع كبير يقول لك انا هحولها بسهوله ومش هفقد اي شيء وما عنديش اي مشكله، اخد نوع صغير احطه جوه نوع ايه؟ كبير. لكن لو هتعمل العكس، الله، ده انت خد بالك، ده انت ممكن في بيانات تطير، لو البيانات كتيره ممكن تحصل مشاكل. عايز تحول، حول انت يا عم، انا ماليش دعوه. عايز تحول، حول انت، قول لي انت حول من النوع الفلاني الى النوع الفلاني، ساعتها تبقى اعمل لك اللي انت عايزه. لكن لو انت هتحول من نوع صغير لنوع كبير، فاصلا مش هيحصل مشاكل اصلا، كده كده مش هيحصل ايه، لان النوع الكبير اوتوماتيك بيحوي جواه كل امكانيات النوع الصغير، ومش هيبقى فيه مشكله. الشيء كله لما تيجي تحول من نوع كبير تحوله لنوع صغير ممكن يبقى فيه فقد للبيانات، فيقول لك لا انت عرفها اكسبليسيت. اكسبليسيت يعني ايه؟ يعني انت اكتب الكود بايديك، اللي بيحاول انت المسؤول عن تحويله. دي معنى كلمه اكسبليسيت كونفرجن. هو انا كده بيساوي كده بيحول البيانات، هو حول لوحده بيساوي، مالهاش دعوه بتتحول، بيساوي ما بتحولش، بيساوي بتاخد اللي على اليمين تحطه في اللي على الشمال، دي وظيفتها خلاص انتهت كده. يعني لسه كانت يا ابني الاس هتفضل طول عمرها شورت، والبي هتفضل طول عمرها بايت، لكن القيمه تفرق معايا في الايه؟ في ال 25. 25 دلوقتي في البي، صح؟ لما اتحط جوه الاس
السؤال هنا لما اتحط جوه الاسم بقت بايت ولا بقت شورت؟ لان اتحط جوه الاسم خلاص. فال 25 في حد ذاتها تنفع تكون بايت وتنفع تكون شورت وتنفع تكون انت. ماليش بقى بقى تنفع ولا تنفع، هي تنفع بس السؤال هنا هي نوعها ايه؟ فهمت الفكره؟ هنا وقت اتحطت من البايت الى الشورت فاوتوماتيك اتحصل عمليه الكونفرت طالما ان النوعين كانوا مختلفين. هل هم متوافقين ولا لا؟ مش قضيتي. يعني مثلا لما اجي احط جوه سترينج شوف دي مفاهيم اولى ابتدائي. لما اجي احط متغير نوع السترينج كاتب جواه احمد عايز احطه جوه نوع بايت ينفع؟ ينفع؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحاول يكونفرت وهوب بوم في وشك على طول. مش قادر اكونفرت البيانات دي صح؟ لان النوع البيانات لو طلع كده هيقول لك ايه؟ انكومباتبل داتا تايبس. انكومباتبل يعني ايه؟ مفيش توافق في انواع البيانات اصلا. ازاي احول احمد الى ارقام؟ انا مش عارف. مش مهمتي بقى دلوقتي، لكن المهم ان هنا في عدم توافق في البيانات. لكن هنا في توافق في البيانات، ليه؟ لان ده رقم وده رقم وده رقم وده رقم. مفيش اي مشكله في الايه؟ مفيش مشكله في التوافق البيانات ذات نفسها، لكن في مشكله في اختلاف الانواع. لكن في مشكله في اختلاف الايه؟ في اختلاف الانواع. المهم خلاصه قضيتنا دلوقتي ان احنا عندنا مشكله ثانيه اللي هي حطينا الكبير في الصغير. فاما طلع لي ايرور على الصغير على 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 الكبير هيتحط جوه الصغير. اما جينا قارين قال لي كان نوت امبليسيتلي كونفيرت، ما اقدرش احول انا لوحدي من شورت الى بايت. كلام واضح اهو. ان اكسبليسيت كونفرجن اكزيست، هو في اصلا تحويل صريح للنوع دوت. وبعدين بيسالك سؤال ار يو ميسنج اكاست، انت نسيت انك تحول ولا ايه؟ ايه ده؟ كلام واضح. يبقى انا لازم احول الاس دي الى شورت عشان البي تقدر تشوفها. فاقدر اخدها كده اقول له كونفيرت دوت تو شورت بايت، معلش تو شورت بايت. اه نظر بقى. فكده بقى معناها ايه؟ كونفيرت تو بايت اس زي اللي تحت بالظبط. الحته اللي معلم عليها دي تختفي ويظهر مكانها ايه؟ ال 25 هي هي بس كبايت. ال 200 ايه بس كبايت؟ ال 200 هي هي ممكن بقى يفقد بيانات، ممكن ما يقدرش يحول. انت انت هنا مجبره. تعال نبص تعال نبص بصايه تعال نبص بصايه. بس انا هخليه يطبع البي مش هخليه يطبع مين؟ الاس. لسه احنا عارفين ال 200، عايزين نعرف البي بقى اتحط جواه كام؟ عايزين نعرف البي كده اتحط جواه كام؟ تعال نعمل ستارت يا عم هنشوف بقى حسب بقى. ما خلاص هنا طلع 200 مفيش اي مشكله. واحد يجي يقول لي ايه 200 دي عشان عشان بقى تقدر تشيل لغايه 200 255. طب لو كانت 300 هو ده السؤال عايزين نساله. يعني لو كانت القيمه كبيره وهتتحط جوه حاجه صغيره والقيمه اكبر من اللي تقدر تشيلها حاجه صغيره خلاص اعمل ستارت واحاول ادوس على سي هلو. هيقول لي ايه؟ هيقول لي اوفر فلو، انت عديت النطاق المسموح بيه، انا مش قادر اجيب اكتر من كده. دي ابو ايه الايرور حصل اوفر فلو ليه؟ اوفر فلو بتحصل لما الحاجه تشيل اكتر من، فاكرين الدايره كنت عملتها لكم وقلت لكم ده اخره كده؟ اول ما بيعدي القيمه اللي هو متاحه ليه بيجيب لك ايرور اسمه اوفر ايه؟ اوفر فلو اكسبشن. فكده مفيش مشكله. لو جيت قريت يقول لك فاليو مش عارف ايه تو لارج، القيمه اللي حاطها كبيره قوي، او تو سمول صغيره قوي بس مش عارف. بس المهم تضرب عشان كده، يا اما انت عديت من تحت قوي يا اما انت عديت من فوق ايه او سبت الرينج بتاعك. فانا مش عارف ايه اتعامل معاك. عشان كده قال لك حول انت بايديك. لو انت ضامن ان القيمه ما عدتش كذا هيمشي معاك زي الفل، لكن لو انت مش ضامن هيضرب منك مفيش هيضرب منك بقى وانت ايه وانت وظروفك. طيب يبقى كده عرفنا طريقه من طرق الكونفيرت او الكاست. كاست هي كونفيرت، كونفيرت هي كاست. خلاص طريقه من طرق التحويل خلاص عرفناها، انها اقول كونفيرت دوت تو كذا كونفيرت دوت تو كذا. سؤال وجيه محد سال ايه هو؟ كونفيرت دوت تو كذا دي
لما جينا عملنا كده قلنا convert dot to كذا لقينا انواع بيانات كتير صح؟ بس هنا مفيش ولا هنا انواع ثابته. هنا انواع ايه؟ ثابته. بمعنى ايه ثابته؟ لو انا عايز اكونفيرت من ستودنت لتيتشر، من تيتشر لبيرسون، من بيرسون، الانواع دي من تاليفي انا الشخصي. الانواع دي هتبقى من تاليفي انا الشخصي. ازاي اقدر اكونفيرت حاجه مش موجوده من ضمن الحاجات؟ قال لك اه في الحاله دي الطريقه دي ما تنفعش. طريقه كونفيرت دوت تو دي الانواع الاساسيه. كونفيرت دوت تو دي الانواع الايه؟ انواع البيانات الاساسيه. اما لو نوع بيانات مش اساسي هيبقى في عندي طرق ثانيه للتحويل او طرق ثانيه للكاستنج. نعم؟ زي السيولنت اللي احنا عملناه. مش ده كلاس احنا عملناه؟ مش ده تايب؟ مش هنقول ده تايب ولا مش ده تايب؟ قلنا ده تايب نوع بيانات عادي زي اي حاجه صح ولا لا؟ مش هقدر اخليه يتحول. بعدين خد بالك هنا مش عامل لي غير دوت تو، عامل انواع بيانات الاساسيه بس. يعني في انواع ثانيه مش موجوده. في انواع هنا مش موجوده اصلا. وموجوده جوه السي شارب وكل حاجه بس مش موجوده. ازاي؟ المهم خلاص دلوقتي ما اخشش في الانواع الثانيه ولا الانواع الثالثه. عايز اقول لو النوع ثابت اهو انواع الثابته، لكن لو انواع ثانيه مش موجوده في الليسته اللي عندك دي هتعمل ايه؟ قال لك في طرق ثانيه للتحويل. بس قبل ما اقول طرق ثانيه للتحويل، لان في كذا طريقه من التحويل، في طريقه مشهوره جدا لتحويل السترنج بالذات. في طريقه ثانيه مشهوره جدا لتحويل الايه؟ اي حاجه دوت تو سترنج. ودوت تو سترنج دي اي حاجه دوت تو سترنج تحول للسترنج على طول. ده نوع ثابت. ده او دي طريقه ثابته للتحويل للسترنج. طريقه ثابته للتحويل لايه؟ للسترنج للاختصار. لان معظم الحاجات اللي بنحولها بنحولها الى ايه؟ الى نص في الاخر عشان تظهر على الشاشه، عشان تطلع في مسج بوكس او عشان